الترتيبات هي كانت قبليه وكانت لمده ايام مجموعه من الاسابيع اللي بدينا كنرتبوا فيها يعني جميع المرافق اللي تكون بواحد المواصفات. حطينا واحد لو بلانينغ على اساس ان يكون الترتيبات كل حاجه المحرك بوحديته الماء والضوء الاماكن ديال الضيوف الوثائق الرسميه والحمد لله الامور راها غاده ناجحه بامتياز نظرا وخير دليل هو الوجود والكثافه اللي حضرات ديال الجماهير كتدل على ان المهرجان ناجح ان شاء الله بواحد النسبه كبيره اللي تبارك الله كتسمع البارود دابا تبارك الله بالنسبه ديالو والحال برد على عباد الله والناس راه كتفرج ونطلبوا الله يسلم مالي الخيل ويسلم الساكنه كاملين ومرحبا بالجميع. بصراحه هذا الموسم تمسنا تبارك الله في المستوى اللي فيه صربات اللي على الصعيد الوطني معروفين عندهم اسم اللي كيشاركوا في موسم ديال دار السلام لانك معروف على الصعيد الوطني وكنتمنوا هاد المهرجانات يتكاثروا بكثره في المغرب وكنطلبوا جميع الرؤساء ديال الجامعات يديروا هاد المهرجانات ولكن يديروا معاهم بالفراجه الا كانت بالفراجه ما كتكونش شي حاجه زوينه يعني كاين البارود وكيما ورا البارود خاص يكون الجره. مرحبا بالساكنه تمسنا سيدي حيا الزعير عماله الصخيرات كامله مرحبا بها. موسم هذا العام في حله جديده تنظيم جديد كاينه المساحه كما كتلاحظوا ديال السرابي كاين المنتزه معرض اللي دار اول عام كيدار هذا العام هذا معرض ديال المنتوجات ديال الجمعيات كاين معرض ديال الالعاب للاطفال وشكرا بالجميع وتحياتي للجميع الزوار اللي غيجيو لمدينه تمسنا سيدي حيا الزعير. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي نيوز بلس أكثر من مجرد خبر.